ضيفنا اليوم هو مدرب موسيقى وكمان عازف بيانو، احترف العزف منذ الصغر، وبالرغم من أن تخصصه كان في الهندسة إلا أنه اتبع شغفه في الموسيقى واللي قاده إلى عالم الموسيقى والعزف وحتى التدريب. خلونا نتعرف على ضيفنا اليوم وعلى موهبته. نوري أحمدي، أهلا وسهلا فيك، حياك الله نوري، نورتنا، شكرا لك وشكرا لقبولك هذه الدعوة. الله يسعدك. يعني ما شاء الله أنت أصريت في هذا المجال وكملت، لكن إحنا أكيد راح نسولف وراح نتناقش ونعرف عنك أكثر ونتعرف عليك، لكن ما أن اليوم يوم الحب واليوم يوم مميز، إحنا حابين نسمع منك مقطوعة موسيقية وعلى ذوقك. إن شاء الله. أنا وأنت كنت نحتاج هذا المعزوفة، صح؟ أي والله دخلنا في حالة استرخاء لا قوة إلا بالله. نوري ما شاء الله تبارك الله عليك، من الهندسة إلى الموسيقى، إيش هذا التحول الجبار؟ والله إيش أقول لك، بس هذا شيء الموسيقى والعزف كان ماشي معاي من الصغر، يعني من عمري 7 سنوات وأنا أعزف، فرافقني في جميع مسيراتي الدراسية، متوسط وابتدائي وثانوية وهندسة، ويعني حتى عندي أنا تخصص ثاني، فكلها هذه كان مستمر معي الموسيقى، وبرضو كلها قاعد أشتغل فيها، يعني أنا ما أنا مركز تركيز تام على التخصص، بمعنى أن كنت أحب تخصصاتي، يعني الهندسة كنت أحبها وأحب البرمجة، بس كان مرافقني. تخرجت وسبحان الله شفت نفسي كذا أني أنا قاعد أشتغل على الموسيقى، فقلت خلاص دام أنه هو المتوفر بيدي فخلاص خليني أوظفه، فقعدت أشتغل فيه والحمد لله رب العالمين، يعني وصلت لمستوى مرة حلو. أكيد أنت الآن قاعد تدرب، يعني أكيد إذا أنت قاعد تدرب والناس قاعدة تتعلم منك نوري، يعني ما شاء الله عليك، ما شاء الله بدعت، وخصوصا هذا شغفك، يعني شيء اللي أنت تحبه. أنا والله يعني ما ودي، يعني أنا يعني أطربتنا وأنا من عشاق البيانو للأمانة، فإحنا يعني طمعانين إنه إحنا كمان نسمع منك مقطوعة ثانية. طيب خليني أسمعكم معزوفة حق الموسيقار ياني، هو موسيقار يوناني طبعا، فخليني أسمعكم أشهر معزوفاته، هي اسمها Until the Last Moment، ترجمتها حتى نهاية اللحظة تقريبا.
الله يا نوري. نوري يعني أكيد المسيرة في عالم الفن مو سهلة، وأكيد في تحديات واجهتك، وش التحديات اللي واجهتك؟ والله شوفي، المجال الفني بالذات هو في الأوان الأخير يعني سهل أي شخص إنه يطلع للناس ويقول لهم أنا أعزف، والسوشيال ميديا يعني يوفر هذا الشيء. بس في الحقبة الأخيرة هذه اللي صارت، يعني قبل من بداية الرؤية، بدأت الناس تتثقف موسيقياً. صحيح. يعني بدأت الناس اللي مستهوى الموسيقى قامت تدرس، فصارت كل شيء واضح. يعني صاروا يعرفوا من الشخص اللي قاعد يعزف صحيح. ومن الشخص اللي قاعد يعني معتبرها هواية وقاعد يلعبها بدون علم، وهي لو نحسبها هي علم أصلا طبعا. ففي الأوان الأخير هذه هي الفترة اللي خلتني أنا أنتبه لحالي مرة، لأن قبلها يعني نقول قبل 8 سنوات تقريبا أنا كنت ألعبها وما كنت أعرف وش اللي قاعد أسويه، فقط أني أنا أسمع لحن. فالأوان الأخير كان في هذه السنين الأخيرة هي اللي أنا تمعنت فيها لنفسي. حلو. أنا ودي أسألك سؤال سريع نوري قبل ما نختم معك هذه الفقرة، وش أصعب شيء في البيانو؟ شوفوا، البيانو هي يسمونها الأجانب هي آلة الأم. آلة الأم هي أم الآلات أصلاً، يعني هي جميع الآلات، لأن الكيبورد كامل في جميع درجات الصوت حق الآلات الثانية، مثلاً العود والكمان والتشلو، كل الدرجات موجودة على الكيبورد. فهي آلة، أعظم آلة تقريباً في فصل الحواس، أنك تفصل حاسة يدك اليمين عن يدك اليسار، وبين أنت بكرامة وكرم السامع الرجل اليمين عن الرجل اليسار. فهي آلة ضخمة، وخاصة في فصل الحواس عندك، هي عندك الدرامز، جميع الآلات فيها فصل حواس، بس هذه فيها فصل حواس بين الأصابع، يعني حتى الأصابع بينهم وبين بعض لازم تفصل حاسة هذه عن هذه الحاسة. يعني تتطلب تركيز. إيه أكيد أكيد، هي آلة معروفة طبعًا في على 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 مستوى العالم، يعني هي في فصل الحواس هي صعبة، ولكن للأسف الناس تفكرها، تشوفها إن كذا المفاتيح قدامك تفكر إنها سهلة. نقعد وخلاص. سهلة العزف، بس صعبة الاحتراف. صحيح. طبعًا. نوري للأسف إحنا نحتاج نطلع فاصل، بس إحنا طمعانين الفاصل هذا وإحنا طالعين له نسمع مقطوعة منك، وشكرا لك لتواجدك اليوم معنا. الله يسعدك يا رب. الله يخليك.